اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو قرارين خاصين بدولة فلسطين بالإجماع، وهما فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته ومواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مع إعادة بناء قطاع غزة وتنميته، بالإضافة إلى حماية المواقع الفلسطينية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ومدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل.